النهارده في الحلقه دي عايزين نتعلم مع بعض ازاي نقول الاي، ازاي نقول الاي. احنا قلنا الاي لما تكون لوحدها، ايه الصوت بتاع الاي يا مريم؟ اه. طب الاي لما تكون لوحدها؟ لا، الاي لما تكون لوحدها اكنها مش موجوده. بعد كده يا مريم يلا ريد اللي هو بي واي ودي. بات بصي احنا اتفقنا ايه؟ نطلع صوت صوت يا مريم. ب آ ب د بات يبقى ب آ د بات. اوكي يلا يا رودي. لو انا عندي بقى بي وإي ودي، بيد لا يا رودي احنا قلنا الإي لما تكون لوحدها نقولها ب ب، ننطق الب بس وبعد كده د. ب اد بد يبقى ب د على بعض يبقوا بد، لان الاي هنا ما ينفعش تقول اسمها اي، تقول الساوند بتاعها ايه. فاسمعي كده، باد بد باد بد. اوكي ثانك يو. يلا مصطفى، لو انا عندي سي واي وتي، مصطفى سي و اي و تي. طيب يلا حبيبة، سي و اي و تي. حبيبة نعم. يلا اقري سي و اي و تي، طلعي صوت السي. ايه صوت السي يا حبيبة؟ ك ك. مع صوت الاي الاي بتقول ايه؟ اه. يبقى كا والتي كات كات، يبقى ك ات كات. طب يلا مصطفى، لو انا عندي اف واي وام، الاي هنا اكنها مش موجوده يا مصطفى، يلا اقراها. فين فين فم، يبقى ف م ف م فم. اوكي طب يلا يا يوسف، دي و اي و دي. باد دي 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 داد د آ د داد. اوكي طب يلا يا عمر، جي و اي و تي. الجي جيت بتقول ايه يا عمر؟ ج ج، والاي اكنها مش موجوده. طب والتي؟ يبقى على بعض بقى، ها ج ت ج ت. هاي يا عمر، ج ت. اقراهم على بعض بقى، جت يا عمر. طيب قوليهم يا مريم، جت على بعض هيكونوا ايه؟ جت 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 على بعض جت. طيب يلا يا رودي، لو انا عندي اف و اي و دي، اف و اي و دي فد فد خلي بالك ان فد الاي هنا ما تقولش إيه، تقول اي آه. يبقى ف فد اد على بعض. فد فد فاد، برافو. طب يلا يا حبيبه، لو انا عندي اتش و اي و ال، هل يبقى ه ل هل ه وال، الاي اكنها مش موجوده يبقى هيل. يبقى ايه الفرق بين الاي والاي؟ الاي صوتها اه، الاي صوتها اه اه اه. طب يلا يا يوسف، لو انا عندي يا يوسف جي واي وام،
جي و اي و ام. جم. ليه جيم يا يوسف؟ الاي بتقول جام. طيب اسمعها تاني، الجي بتقول ج مع الاي يبقى جام. جام. الجي ما بتقولش ج، بتقول ج، يبقى ج جام. جام. اوكي طب يلا يا مريم، جام. الال مع الاي والتي. مريم الال مع الاي والتي. ليت. ليه ليه ليه؟ لت لت مش ليت. ليت. بصي لت، الال بتقول ل، التي بتقول ت، الاي كانها خلاص قلناها لت لت. طب يلا يا رودي، اتش مع الاي مع التي. هت الايه هنا هتقول ايه يا رودي؟ هت ونقولها كلها على بعض. هت طب ليه يعني ه هي. ات ه ات على بعض؟ هات فيها ايه صوتها لكن الاي صوتها ايه. اوكي طب يلا يا حبيبه، لو انا عندي ان واي وتي نت. يبقى ن ن ت نت. اوكي ثانك يو حبيبه. يلا يا يوسف، لو انا عندي ال و اي و ان لا. يبقى ل ا ن على بعض لان. اوكي يلا يا مريم، لو انا عندي ام و اي و ان لن. يبقى م ن من م و ن يبقى من. اوكي ويلكم باك يا عمر. يلا يا عمر، لو انا عندي ام و اي و ان، ام و اي و ان ام و اي و ام و ان ان مان. يبقى م آ ن، الاي بتقول آ يبقى مان. طيب يلا يا مان. رودي، تي و اي و ان رودي، تن. تي و اي و ان تبقى ان تن. تن. برافو عليكي تن. طب يلا يا مصطفى، ان و اي و تي ان و اي و تي. اها نت. خلي بالك الاي بتقول ايه يا عمر يا مصطفى، الاي بتقول ايه؟ اي. يبقى نا نات، يبقى على بعض نت. نات نات. طيب يلا يا حبيبة، لو انا عندي بي و اي و ان، بن. ب ن اكن الاي مش موجودة. برافو يا حبيبة. يلا يا يوسف، لو اس و اي و تي، سات. سات. برافو يا يوسف. يلا يا مريم، اس و اي و تي. سات. ليه سات؟ ليه بتقولي ايه يا مريم؟ الاي اكنها مش موجودة، انطقي ست. يبقى على بعض ايه؟ ست بس، ست على بعض ست مش سات. ست هيا يا رودي، تي و اي و بي. تي و اي و بي تاب تاب. اوكي في اكسرسايز كده هنشوفه مع بعض. تعالى يلا تعالى يلا يا عمر. عمر بص يا حبيبي، اسمع كده، اسمع الكلمة بتاعت نمبر 1، شايفه؟ اهي نمبر 1 فيها بي و اي و دي، وفيها بي و اي و دي. انا هنطق كلمة، انت تقول لي هي اللي فوق اب ولا اللي تحت داون. اوكي اوكي طيب انا عايزة كلمة
باد. بد اهو بد انا قلت عايزة باد، يبقى اللي فوق ولا اللي تحت؟ باد نمبر 1 يعني اللي فوق، صح كده؟ اب. باد هي اب. اوكي ثانك يو يا عمر. يلا مصطفى، بصي يا مصطفى، دي اتش اي اتش اي تي اللي فوق، واللي تحت اتش اي تي، يعني في واحدة بالاي وواحدة بمين؟ بالاي. انا عايزة يا مصطفى هيت، هيت اللي فوق ولا اللي تحت؟ بتقول هيت مصطفى، مصطفى اللي فوق ولا اللي تحت اللي بتقول هيت؟ اللي تحت اللي تحت اللي فيها اي، لان هات اه اه اللي فيها الاي. طب يلا يا حبيبه، بصي يا حبيبه، عندي ام اي ان وام اي ان، شايفاهم؟ انا عايزه من، مين فيهم من؟ الأول اللي فوق اللي الاب. تحت ما لا، من يعني الاي، لكن ما يبقى الاي. انت سمعتي من ولا مان؟ من يبقى اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي فوق اللي فوق. طب يلا يا يوسف، انا عايزه هنا يا يوسف بان، اللي تحت با اي، يبقى نختار اللي فيها اي، بان. الأب اللي تحت اسمها داون يا مصطفى، يا يوسف داون. طيب دلوقتي بقى طلعوا النوت بوك بتاعتكم، طلعوا كراستكم، عشان خاطر هنعمل حاجة اسمها الديكتيشن، والديكتيشن يعني املاء. طيب احنا الكلمات اللي هنتملاها بيكون من ثلاث حروف، يعني لازم يكون عندي، هكتب كده اهو، شرطة وشرطة وشرطة، لازم الكلمات اللي هتملاها من 3 حروف. طيب نبدأ بيكي يا مريم. مريم لو عايزة اكتب كلمة سات، ايه اول حاجة هكتبها في سات؟ استهجيها بقى يعني، قطعيها ببقك. سات يبقى ايه اس الاول؟ انا عايزة الاول تطلعي لي الاصوات، اللي عايزة اسمع منك قطيع الاصوات. بصي بصي انا عملت ازاي، انا قطعت ببقي كده كلمة سات، قطعها لي يلا زي ما انا عملت. لا صوت، صوت يا مريم. بص انا عملت ازاي، أول حرف إيه؟ إس ات، يبقى اول صوت سمعناه هو صوت، يبقى نحط اس. ماشي، الصوت اللي بعده إس اللي بعده مين هو؟ الا، ال إيه الاي. اوكي الصوت اللي بعده اللي سمعتيه سي مين هو؟ الت، تي. سي اوكي اكتبها يلا يلا يا رودي. بصي يا رودي، يلا الكلمة التانية اللي عندك، انا عايزة كلمة ويت، ويت، يلا نقطعها الاول يا رودي. ايه الصوت الاول اللي سمعتيه؟ دبليو لا انا ما قلتلكيش، انا ما قلتلكيش الحرف، انا بقولك ايه الصوت اللي سمعتيه. و و و ايه الصوت اللي سمعتيه؟ وي و و. طيب وبعد كده سمعت صوت مين؟ ت ت، يبقى و ت و ت. في صوت ما سمعناهوش بس لازم نكتبه، مين الصوت اللي ما سمعناهوش ولازم نكتبه؟ الاي الاي مش بيتكلم، مش الاي بيقول اه؟ الاي يا رودي، الاي، يبقى اول صوت الو، و و مين بتقول و يا رودي؟ و دبليو دبليو. اوكي مين اللي بيقول ايه؟ ايه اكنه ما عندوش صوت. الاي الاي. الصوت اللي بعديه اللي سمعتيه والتي ت ت، يبقى التي. انا عايزاكم تقولوا لي الأصوات، أنا عايزة أسمع أصوات مش عايزة أسمع حروف. طيب يلا يا عمر، عمر نعم يلا يا عمر، عايزين نكتب مع بعض فان، فن فان.
Yes. فان فان. فان اف نقطعها الأول ببقنا يا عمر. شفت انا عملت ازاي؟ ايه الصوت الأول اللي بتاعته؟ ايه ايه يبقى الحرف مين اللي بنكتبه في بيقولوا في اف اف. طب ايه الصوت التاني اللي سمعته؟ اه مين اللي بيقول ايه؟ الاي الاي. بعد كده ايه الصوت اللي بعده سمعته؟ ان يبقى حرف مين؟ الان. يبقى ان الكلمة دي اسمها فان. فان فان. يلا مصطفى، يلا مصطفى، أنا عايزة كلمة لن. يلا يا مصطفى لن. تعال نقطع الأول ببقنا يا مصطفى. إيه أول صوت سمعناه؟ لا، ما خلي الموبايل واحد عشان صوت الدوشة ده، خلي الموبايل واحد بس يشتغل. هاي يا مصطفى، الصوت الأول اللي سمعته إيه؟ إيه؟ ن. إيه؟ ن. يبقى إيه الأول؟ اللي هي صوت مين؟ ال. بعديها إيه إيه؟ إيه؟ يبقى إيه؟ ن. ن. يبقى مين؟ مين ال ن؟ ال ن يا مصطفى، خلي موبايل واحد عشان خاطر الصوت اللي بيعمل الصوت اللي عندكم. يلا يا حبيبة، حبيبة، أنا عايزة يا حبيبة هات. يلا نطلع مع بعض الأصوات اللي سمعناها في كلمة هات. حبيبة هات. هاي حبيبة هات. طيب يلا يا يوسف هات. طيب يلا يا مريم هات. ايه الصوت اللي سمعتيه في هات يا مريم؟ ه ه ه. يبقى حرف مين اللي بيقول ه؟ الاتش الاتش. طيب بعديها آه. مين اللي بيقول آه؟ الاي الاي. ت ت ت. مين اللي بيقول ت؟ التي التي. برافو عليك يا مريم.